حكايات من دفتر مأذون شرعي. هيبقى مشرفني منورني دلوقتي سيد اللولي، هيقول لنا على مواقف وطرائف، حاجات بقى حزينه، حاجات سعيده، حاجات حصلت وهو بيتجوز ناس لبعضها. الموضوع بيوصل لايه يا سيد؟ لا بيوصل كل خير ان شاء الله. طب انت دلوقتي وكيل مأذون شرعي؟ وكيل مأذون شرعي. يعني ايه الفرق ما بين المأذون الشرعي ووكيل مأذون شرعي؟ المأذون الشرعي ده معين من قبل وزاره العدل. اوكي. بتصديق بقرار من وزير العدل. أيه. وكيل المأذون ده بينوب عن بعض مهام المأذون في ان هو يستلم اختارات، يسلم اختارات، يطلع صور طبق الاصل من المحكمه، بعض المهام ليه يعني. ومن ضمنها ان انا ممكن اعمل عمليه الاشهار. يعني ايه عمليه الاشهار؟ الاشهار في القاعات وفي المساجد. مش كل الناس بتتجوز في القاعه اللي هو اللي بيحصل فيها الفرح. بيجوا عندنا المكتب بيمضوا على الورق ويبصموا وبيحدد بقى ميعاد الفرح، فانا بروح له بقى على حسب بقى هو عايز نلبس ايه. يعني الطقوس كلها، الطقوس بقى، انت بقى ونقعد نحكي بقى ونقول كلمتين وخطبه صغيره ونجوز بقى. سيد بقول لك ايه، انا هموت واعرف ايه موضوع المنديل ده. انا المنديل هو ليه جذور في التاريخ. طب قولي. لسه قايل لك الوقت انا بحب التاريخ يعني. فالموضوع بدا ايام الفاطميين في مصر. الفاطميين كان يعني هم بيؤمنوا بالحسد وبالحقد والحاجات دي، فكان المنديل ده هو عباره عن وسيله بيحط فيها الصداق اللي هو المهر ويقفله ويقدمه اللي هو العريس مثلا لوكيل العروسه او للعروسه او كده، عشان ما حدش يشوف هو حاطط ايه. أوكي. عشان الحسد. الموضوع اتطور دلوقتي او مع التاريخ بقى المنديل ما بقاش يتحط فيه الصداق، بقى بتسلم عادي بالايد. ف هنعمل بيه ايه؟ حط بقى الاثنين يحط ايدهم في بعض، يحط المنديل مأذون يحط ايديهم بايده ونبدا بقى نتجوز. مفيش منديل بقى، لا هم بيتصرفوا كلينكس، اي حد واقف يطلع اي حد. لازم منديل. هو طقس، طقس من الطقوس يعني. لا ده حقيقي يعني. هو انا ما اعرفش هو يعني هم ليه كمان الستات بالذات اللي بيتخانقوا عليه. بيقولوا انه ممكن يتعمل عليه اعمال او سحر سفلي، ان انت تبوظ الفرح ده او تبوظ العلاقه ما بين الزوجين. بتوصل برضو حاجات زي كده، ان هو الفكره كلها ليها علاقه بالسحر. فانا ما مش عارف ده حقيقي ولا لا. مش بتفهم الناس اللي بتبقى في حاله سعاده. بيبقى لذيذ جدا لما تبقى بنت مثلا، انا مش بتكلم في الاشهار بس. تبقى البنت دلوقتي تبقى ماسكه بوكيه ورد او جرب في ايديها وتديله، وتلاقي بقى لا، وفي ناس بيجي لها قهره ان هي ما خدتوش تحس بنفسها. هحكي لك برضو في سياق متصل على واقعه المنديل دي، ان الزوج والزوجه دول اصلا ربنا رزقهم بطفل من 3 شهور وعزموني على العقيقه وكده، بس انا للاسف ما عرفتش اروح. وبعد الواقعه دي بحوالي 5 6 شهور طبعا كان الفيديو ده نزل كسر الدنيا. جوزت اختها، بس قلت لهم بقى حطيني في حته جنب الحيطه، الزق في الحيطه عشان الان يحصل فيني نفس اللي حصل يعني. انت ايه اكتر المواقف الطريفه اللي انت شفتها او حاجه كده يعني حزنتك كده، اللي هو يا جماعه الفرح باظ عليها؟ هو المنديل وممكن البوكيه كمان. لا استنى، الفرح يبوظ على المنديل؟ زي ده تقريبا واقف حوالي نص ساعه بيحاولوا يرادوا في الطرفين، البوكيه والفستان كمان. يعني انا سمعت ان في وقعه. لا حصل. انا عايز حاجه قدامك. المنديل ده اللي حصل ان عيله العريس وعيله العروسه الاثنين حصل ما بينهم بعض خلاف عشان مين؟ عايزين المنديل للبنت، وانا لا، انا عايز المنديل للبنت الثانيه. والفرق انا سبتهم بقى حوالي تلت ساعه في المشكله دي، مين اللي ياخد المنديل؟ بس دي حاجه تضحك. دي حاجه هم يضحك. إيه؟ ومحدش جاب سيرتي انا، خلاص انا وقعت وهم سووا المنديل. الوحيد اللي كان يعني مهتم الامر في الموضوع ده الجي بلاير اللي كان بتاع الفرح، هو اللي قام بقى سندني ومعلش. الناس كلها كله ساب اهم حاجه المنديل. يعني انا بنشقى بجد يعني. انت مش ناوي؟ طيب خلاص. الرجل المطافي. طيب. عامل زي الرجل المطافي في الشغلانه دي. مش ناوي؟ روحي ايه؟ مش ناوي؟ لا انا مشهور بالموضوع ده يعني. سنجل، مأذون سنجل دي جديده. نفسي والله بس اهو. يا جماعه مأذون سنجل يطلب الزواج عبر شارع انهار. احيانا بس شويه. الفكره كلها ان انا بحس بقى بالقهره والحسره لما يكون في مثلا فرح الزوج والزوجة أو العريس والعروسة كان زمايله مثلا في الكلية أو في شغل أو كده، وبقى الفرح كله زمايلنا وبنات ولاد. وانت موحود. لا بحس بده لما الدانس سلو بقى، لما الرقصة السلو، كل كابلز يلا يا جماعة الكابلز يجوا يرقصوا. اقعد انت
خلي بالك بقى كل واحده تيجي، خلي بالك من ملك، خلي بالك من قاسر، خلي بالك من رتاج، خلي بالك الولد يشربوا عصير وانا قاعد بقى فاتح حضانه، جايب كراسي بتاعت القاعه كده ومحوط عليهم ومخلي بالي منهم عقبال البهوات ما يخلصوا راس. المأذون السنجل يا جماعه، احنا دلوقتي مستضيفين المأذون السنجل، هل شفت خناقه الاجره على العريس ولا لا؟ اكيد هي اجره المأذون. بيقولوا لي لا، بيقولوا لي معلش بس استنانا بره، هم بقى بيتخانقوا مع بعض، انا ما اعرفش ده حقيقي والله، ممكن حتى العريس ما اعرفش اللي بيدور، بس هو فعلا اكيد بيحصل خلاف على المتعارف عليه ايه؟ الزوج هو اللي بيدفع. امال ليه بيحصل مشاكل؟ مش عارف، انا مش عارف يعني، ممكن في المجلس انت انت نفسك بتبلغ هل الصداء اللي انتم متفقين عليه مبلغ كذا، فممكن يحصل خلاف حتى على الصداء، فبالتالي ده بيترتب عليه انت الاجره كمان بتعلى، فيقول لك لا انا خلاص اللي انتوا تحطوه بس الفرق انتوا تدفعوه مثلا، بيحصل حاجه زي كده. هو مش المفروض يا سيد ان الناس بتبقى يعني الراجل والست عيلتهم بالمفروض بيبقوا قاعدين متكلمين مع بعض حتى لو التفاصيل دي يعني مفروض مش بعيد عني، المفروض انا عايز فلوسي، انا بعد كده اخد فلوس مقدم عشان ما اقفش في الشارع تاني. إيه المفروض يعني ايه مواقف طريفه مش ممكن تنساها حصلت؟ وقعه المنديل دي، وفي برضه وقعه منديل تانيه. كنت بجوز. انت بتجوز فين بس؟ قاعات مساجد، بعمل اشهار في قاعات وفي مساجد. لا قصدي هو انتوا كمأذون بيبقى في مناطق معينه لكل مأذون ولا انا مش عارف؟ المفروض ان في كل منطقه ليها المأذون الخاص بيها، طبعا في دارات زي تبع القوات المسلحه. أيوة. وجهاز الشرطه دول برضو بيكتب فيها مأذونين، يعني بيتعاقدوا مع مأذونين وبيكتبوا فيها يعني. الموقف الثاني بقى كان برضو بسبب المنديل، فانا في اجاب وقبول، العريس بيطلب انا عايز ايد بنتك او زوجني ابنتك، والتاني يقول له انا قابلت ابو العروسه، فقال له انا قابلت، فانا بعمل اجاب تاني فيقول له انا زوجتك ابنتي تاني، هو يقول له انا قابلت، بعمل اجابين وقبولين عشان مش فاهم يعني، بخلي الزوج يطلب ايد الزوجه. حلو. من باباها. من باباها، وباباها يوافق ويقول له انا كمان جوزتها لك، والتاني يوافق. حلو. كتير اهو بقى اللي هو ما فيش بقى، علشان لو جابوا قال لك غاصبين على الولد او غاصبين على البنت، انتوا متفقين على كل حاجه. حلو. ولسه بقول بنقل المايك الناحيه الثانيه، لقيته خد المنديل ويا عمو يا عمو، طب المنديل، طب احنا لسه ما خلصناش، طيب راح بقى، انا ما اعرفش، فضلت حوالي 5 دقايق بدور عليه، ما اعرفش خد المنديل راح فين. هو الدرجه دي المنديل ده عامل ازمه؟ عامل ازمه، ووقع اللي حصلت لشيخ من شيوخنا الافاضل يعني، نفس اللي حصل لي ده، بس ما وقعش، واحد شد مننا واحد اتخنق، فالمنديل مشكله. بطلوا المنديل كله عشان منديل. طب ما يجيبوا منديلين ويخلصوا، والله العظيم انا بكلم بجد. لا هو المفروض يجيبوا بوكيهين او ثلاثه برضه، لان البوكيه برضه بيحصل عليه نفس المشكله. ممكن تبقى العروسه طبعا متعرف ان العروسه بترمي البوكيه وكل اللي واقفين سناجل والكلام ده، فبتحصل حصلت اختها المفاجاه، لا خدي اخت العريس زعلت لا انا عايز البوكيه انا كيفي كده أنا عارف بقى تبقى متجوزه وعايزه البوكيه، فانت تشوف اخوات العريس كام واحد، ها، واخوات العروسه كام واحد، ونعمل كل واحد بوكيه عشان ما زعلش حد. الغرض من الفقره دي يا جماعه اللي هو ليه يعني، ليه ممكن جوازات بتبوظ الناس بتشيل في نفسيتها من اول ما بيقول لك ايه، ان هو كان بيبقى فيه قبول واجاب لو انا بقول صح، وبيبقوا مبسوطين او بيبقوا الاثنين عايزين بعض، العيلتين الام من هنا والام من هنا بيشيلوا من بعض لسنين علشان منديل، علشان ما تعرفش في ايه. الدنيا ابسط واسهل من كده بكتير. هسالك سؤال تاني، هل في حالات طلاق لا قدر الله ربنا يبعد عننا الطلاق يعني، حاجات ضحكتك؟ في حصل. ايه بقى؟ في طلاق بالوكاله، يعني الزوج مسافر فبيبعت توكيل لحد يطلقه من مراته. وهنا بتبقى عارفه ولا ما بتبقاش عارفه؟ لا بيبقى في ممكن بيشترط في او بيحط بند في التوكيل ان هو طلاق حضوري او طلاق غيابي. حلو. فحصل ان مش عارف انا ساب الدنيا كلها وعمل توكيل لاخو مراته لاخو مراته، فهو جاي مسكنا التوكيل ده على حضرتك، طب انت تطلق اختك؟ قال لي طب انت بالوكاله، فهو يعني بيمضي وبيبصم، انا بقول انا اول مره اشوف واحد بيطلق اخته، انا اول مره اشوف واحد بيطلق اخته، احنا ضحكنا لا هو اكيد كان حصل بينهم اتفاق ان هو يعمل التوكيل، دي من اكتر الحاجات اللي ضحكتني. حاجه ثانيه، اغرب شرط مر عليك في جوازه؟ اغرب شرط. اغرب شرط هو احنا الشروط موجوده في بتبقى الا تحرم حلال ولا تحلل حرام. ايوه يعني ما تحللش حرام وما تحرمش حلال. ايوه
فساعات بتطلب ان هي ما يتجوزش عليها، الا يتزوج عليها مره اخرى الا باذن كتابي منها، يعني يقول لها معاد يملي لي يقدم لها طلب ويتوافق عليه. ده حقيقي، ده الشرط ده هو مجابه كده، ان هو انا عشان اتجوز واحده تانية لازم باذن كتابي منها، ان انا وافقت ان جوزي يتجوز عليا. هو ده يعتبر اغرب شرط. طب يعني انت كنت لسه حالا هتقول لي قبل ده في موقف حصل لك طريف في طلاق تاني غير غير اخت غير اخو الست الطلاق؟ طلاق كان عندنا في المكتب، هو يعني هو احنا ضحكنا في الاخر، يعني الاثنين بينهم مشاحنات جامده قوي وجايين هيموتوا بعض. هيموتوا بعض، انا مش عايزك وانا مش عايزك، غوري 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 كده انا مش عايزك غوري. احنا انا ممكن اقعد في في في, في الصلح 4 ساعات 5 ساعات، انا مش لوحدي، انا والمأذون الشيخ، بالمناسبه انا شغال مع الشيخ سعيد الشافعي وكيل نقابه المأذونين في مصر، يعني ممكن نقعد معاهم 4 ساعات ومعانا 6 فاضله بتقعد مع الزوجه تشوفها الامور. لا مفيش، فبتطلب منه الطلاق ويقول لها انت طالق، فقول لها انت طالق. راح هو قال قام راح لها انت طالق بالالف، انا مش عايزك تاني. خرج 3 ساعة ورجع، احنا لو عايزين نرجع يعني هنعمل ايه الاجراءات الا لو رجعنا تاني؟ انت لسه مطلقها بالالف دلوقتي، ايه اللي حصل في الـ3 ساعة ده؟ فاحنا ضحكنا ضحكنا بسبب الطلاق ده. وفي واقعه تاريخيه في موضوع الطلاق دوت، بيقال فيها ان خرجت قافله من بلد، ها، تجار ومعاهم المماليك بتوعهم العبيد وحريمهم وكده، دخلوا الصحراء هبت عاصفه شديده جدا جدا جدا، قال لك احنا كلنا ميتين، خلاص ميتين. ها، المهم ربنا نجاهم منها، فكل واحد بيشكر ربنا بطريقه، فكل واحد فيهم اعتق مملوك الا واحد معهوش مماليك، راح بص في السماء وقال له يا رب اني لا املك مملوكا، ما عنديش مماليك، وامراتي طالق لوجه الله، طلقها لوجه الله، ما معهوش مملوك، طلق الست لوجه الله. ودي قصه، ده بيبين يعني ان حتى في حالات الطلاق ممكن يبقى في طلاق، لا طلاقات غريبه بصراحه. سيدنا هسالك سؤال ممكن يبقى غريب شويه، يعني ال 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 المقوله اللي بتتقال في الجواز اللي هي في الاشهار كاتب الكتاب، عايزك تشرحها لي، يعني في ناس بقى يعني قولها واشرحها، لان في ناس مش عارفه اللي هو في قبول وفي ايجاب الوكيل، يعني قولها. يعني الزوج، في ناس بتبدا سريعا، في ناس بتبدا بالوكيل وفي ناس بتبدا بالزوج. الوكيل يقول للزوج مثلا زوجتك ابنتي، ها، انا لا، في ناس بتقول انا مع في، يعني في طريقه زي دي، في صيغه زي دي، وفي صيغه ثانيه الزوج هو اللي بيطلب. انا من رايي اكيد الزوج هو اللي بيطلب، يعني فبيقول له زوجني ابنتك او اختك او بنت اختك او بنت اخيك على كتاب الله. طبعا بيقول اللي هي من حيث البقاره او السيوبه، هي اتجوزت قبل كده ولا لسه اول مره؟ فبيقول له زوجني ابنتك الانسه فلانه بنت فلان البكر الرشيد على كتاب الله وسنه رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. الصداق، الصداق ده المهر اللي هو زمان كان بيتحط في المنديل. الصداق بقى كله كله مع بعضه، اللي اتدفع دلوقتي واللي هيدفع بعدين، في مؤخر كمان، في مؤخر صداق، في مقدم صداق لازم الزوج يدفع اي حاجه في البدايه، أيوة، وفي مؤخر صداق، فاقول أيوة على الصداق المسمى بيننا كله، أيوة، اللي بيتحط في الاسيب، وده اللي فيه الاجره بتاعتك، ده اللي فيه الاجره بتاعتي، أيوة، وده اللي بتاعتنا كلنا. ده فتح بيوت كتير، أيوة، فتح بيوت ناس كتير والله. وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجلي، في ناس بتحط بقى ايه، واعاهدك ان اعاملها معامله يرضى بها الله ويرضى بها رسوله الكريم، واعاهدك ان اعاملها معامله. انا بس بنفكر كل اللي متجوزين اللي انت قلت كده من 15 سنه، ايوه بنفكركم، ايوه، واعاهدك ان اعاملها معامله يرضى بها الله ويرضى بها رسوله الكريم، معامله الاسلام، وانا اعاشرها بالمعروف وهو يرد عليه برضه ابوها، وانا اضمن لك برضه ان بنتي اوعدك ان تعاملك ما يرضى الله. بس ها، بس انت بتجيبهم بقى في الطلاق، ما فيش، قال لك غور غور. بس طب قول لي، حاجات تانية، يعني قول لي انت دلوقتي لو عايز تدي نصيحه للناس، انت بتشوف مشاكل كتير كتير جدا، حتى بتشوف بجد يا سيد مشاكل زيجات، زواج يعني مشاكل زواج، بتشوف مشاكل طلاق بتجيلك، عايز تقول للناس ايه؟ بتبقى يعني انت وصلت لمرحله اللي ممكن تبقى زهقت. انا وصلت لمرحله بتعالج من الضغط، ده حقيقي. ليه يعني يا سيد؟ من انت بيبقى صعبان عليك، يعني بيجي لك 2 يقول لك انا معاكوا طب اولاد، 3 اولاد 4 اولاد، طب انتوا، طب ده هيروح فين؟ يعني الـ 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 الاطفال دي هتروح فين؟ مصيرها ايه؟ انت هتطلق، ممكن تروح تتجوز تاني، هي برضه ممكن تروح تتجوز، الاطفال دي الطلقات اللي الواحد فعلا بيبذل فيها مجهود كبير، وفي احيان كتير جدا ممكن حوالي 8 من كل 10 طلقات برجع الناس فيها.
عن الطلاق. ربنا يبارك لك. بس هقول لك على حاجه، يمكن ما فيش ما اعرفش، بس ما فيش احصائيات بتقولها، من وجهه نظرك السبب الرئيسي في الطلاقات بتبقى ايه؟ لا هي في احصائيه فعلا، خيانه، فلوس، قول. طيب الاحصائيه بتقول ان في 125 الف حاله طلاق في الايه؟ في السنه. 125 الف ده انا حاسس قليل كده. لا ده الجهاز المركزي للاحصاء تبعه، يعني بمعدل 4 دقائق، يعني لا انت لو حسبتها بالدقيقه فكل 4 دقائق حاله طلاق، دي حاجه صعبه جدا. لا حول ولا قوه. ده اللي بيحصل، يعني ده اللي بيحصل عند المقيدين عند المأذين وفي المحاكم. ممكن طلقات الشفويه دي برضو كتير، الاسباب كتيره. بس انا تفتكر ايه الحاجات اللي الست ممكن النهارده تبقى مقهوره قوي، او الراجل يقول لك انا مش طايق عيشتها؟ يعني انت النهارده احنا جايين نقول، بدانا الانترفيو بتاعنا ان في حاجات بتحصل فاني وما ينفعش ان هي تحصل، لان في الاخر مش عايزين عيلتين يشيلوا بعض، بس عايزين ننهي بنصايح للناس. ايه السبب؟ هو السبب بص، غياب الوعي الديني ده يعني ليه كذا سبب. في سبب الدين، يعني فكره الاخلاق من الدين، يعني هو الاخلاق من الدين. فانت لو من الناحيه الدينيه لو الموضوع صح، لو الزوج عرف اللي ليه واللي عليه والزوج عرفت اللي له عليه، احنا خلاص احنا كده خلاص هتتعامل بالاسلوب ده حتى لو ما بيحبوش بعض. فانت هتتعامل بمنطلق العشره ومنطلق ربنا قال لي ايه اعملها ازاي، وهي برضه هتتعامل بمنطلق ان ربنا قال لي اعمله ازاي، يعني بالعشره. في طبعا الناحيه الاجتماعيه، ودي يعني الازهر كان من فتره كان عايز. يعني ايه الناحيه الاجتماعيه؟ يعني المسؤوليه، ان في ناس دلوقتي مش عايز يشيل مسؤوليه، الراجل ما بقاش عايز يشيل مسؤوليه، وكمان والست كمان مش عايزه تشيل مسؤوليه، بيبقى الموضوع صعب عليها. دي كان وطبعا التدبير المنزلي والحاجات دي، انت ازاي تمشي البيت. على فكره هو البيت كله اصلا كاسره منظومه بس قيادتها للست جوه البيت. الست اهم، الست اهم من الراجل جوه البيت. الراجل بيخرج طول النهار، مفيش حد في البيت غير مع الاولاد غير الام، دي اهم حاجه في المنظومه. أيوة. الام. كان الازهر من فتره حب يعمل زي مبادره او يعمل حد زي نظام كورسات كده للمقبلين على الزواج، يجيب فيه اساتذه نفسي من علم الاجتماع وواعظين وواعظات من الازهر، يقعدوا مع المقبلين على الزواج ده، انت ايه حقوقك في الزواج والواجبات اللي عليك، وهي نفس الكلام، بحيث ان احنا نقلل نسبه الطلاق دي. وانا خد بالك هو لازم الاهالي كمان تقعد مع الناس طبعا، ده لازم الاهالي، لازم الاب يفهم ابنه. ده في ابهات كتيره جدا بيبقى عارف ان ابنه او بنته هم مش اهل للمسؤوليه بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى، وهي تبقى بتشجعها اللي هو اتجوزي، او بيبقى عارف ان ابنه في الوقت الحالي بيبقى فاكره هيستقر، وهو متاكد 1000000% ان هو مش هيستقر، وبيعمل له بوش لعمليه الجواز، وحرام انت كده بتخرب عليه. لازم يبقى اهل لده ولا بكلم غلط. لا الضغط الاسري فعلا ليه إيه عامل كبير جدا، يعني اللي هو اتجوزي لا تعنسي، اتجوزي لا تعنسي، وانت كمان انت ما وراكش حاجه بتعملها ولا وراك ولا عيل ولا تقل، انت بتحط ضغط نفسي عليك، فبتخلينا اتجوز وانا مش راضي عن الجوازه. حتى لو بص بقى، انا بقى ان شاء الله باذن الله انا هباجي احضر جوازتك او بالتبادل، وانت بقى ان شاء الله باذن الله شوف انا وانت كده عروستين يجوا كده. انت شرفتني ونورتني، قال لنا على حاجات بتحصل، حاجات يعني هم يبكي وهم يحزن. لا ممكن اقول برضه اختم بحاجه لطيفه كده، موسوعه جينيس الارقام القياسيه، الرقم المسجل لاكتر واحد عنده اولاد باسم مولاي اسماعيل بن الشريف الادريسي، ده حاكم من حكام المغرب. بس اسرع خلف 1171 طفل، منهم الرقم المسجل بقى باسمه 888 ذكر. خلف 888 ذكر. ده بجد؟ ده حقيقي. ده موجودة موسوعة موسوعة جينيس، خش عليها هتلاقيها موجودة. طب يا جماعة. وجنكيز خان مثلا في دراسة معمولة بإن واحد من كل 200 شخص في العالم من ذرية جنكيز خان. يعني هو واحد من كل 200. واحنا عندنا الناس عمالين بيتخانقوا على المناديل وهيطلقوا بعض على المناديل في وقت، وسايبين الناس بتعمل جيوش وسايبين الناس. بجد انت شرفتني والله. الشرف شرفين ليا والله يا استاذ حسام. سيد اللولي وكيل المأذون الشرعي. ويا رب كده كل الناس كده ما يبقاش في بينهم بعض اي مشاكل، الله يروحوا للمأذون مره واحده ان شاء الله باذن الله. فقرات كتيره في شارع النهار على قناه النهار.